حد قدم النجم ادواردو فارجاس. الهدف يسأل عنه محمد النني، الهدف يسأل عنه محمد النني في المقام الاول، وفي المقام الثاني محمد صلاح، وكمان الجانب الايسر وجود احمد قناوي لاعبي منتخب. الشوط الاول ادي العاده مره ثانيه، ادي الباك اليمين يسلى، وادي التحرك طولي بعرضيه بهديه من لاعبي منتخب مصر، ومتابع على طول بقدم كارلوس كارمونا عشان يحطها في الشباك، عشان يحطها في الشباك. تعامل جيد من شيف اكرامي، وجت في الاول في الدقيقه كام؟ في الدقيقه دوري تدريب عمر المباراة، محمد صلاح وهدف جميل جدا جدا. ادي العادة مرة ثانية وهدف تسديد الفارق، ادي محمد صلاح والمجهود الكبير، قطع كورته لعمر جابر وانطلاقة بلمحة برؤية بعض.